الظاهرة، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. زخم دبلوماسي يوقع عليه المغرب بإشراف ملكي مباشر. دينامية عززت حضور المملكة داخل المجتمع الدولي وجلت أكثر عدالة قضية الصحراء المغربية. الرئيس الروسي يبدي رغبته في تعزيز العلاقات بين الرباط وموسكو، جاء ذلك خلال مداخلته ضمن أشغال القمة الروسية الإفريقية التي اختتمت بتبني إعلان سان بطرسبورغ. ويوليوز الأشد حرا وفق توقعات العلماء، وشمال الأطلسي يتجه نحو تجاوز حرارته القياسية. العالم يعيش فترة الغليان في تحذير أطلقته الأمم المتحدة. والمنتخب الوطني النسوي يجري آخر الاستعدادات قبل مباراته الهامة غدا أمام منتخب كوريا الجنوبية. أهلا بكم. بمناسبة الذكرى 24 لتربع جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية على العرش، القوات الملكية الجوية ستقوم باستعراضات جوية يوم الأحد على مشارف شاطئ المضيق ثم على مشارف شاطئ مرتيل يوم الاثنين. الاستعراضات ستنطلق ابتداء من الثالثة بعد الزوال، وستؤديها الفرقة المرموقة المسيرة الخضراء للطيران الاستعراضي التابعة للقوات الملكية الجوية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية. جاء فيه أيضا أن الفرقة الموسيقية التابعة للقوات الملكية الجوية ستقدم عروضا موسيقية ابتداء من 9 من مساء يومي الأحد والاثنين بالهواء الطلق بتطوان، تستحضر فيها الأغاني التراثية المغربية. وعلى غرار باقي مدن المملكة، تطوان والمضيق تستعدان لتخليد عيد العرش كما سنتابع في ريبورتاج لخالد نجدي. مدينة المضيق ارتدت حلة عيد العرش، أعلام تزين شوارعها وساحاتها وتعتلي منازلها ومؤسساتها، ولافتات تحتفي بعيد العرش وتجسد عمق ما يربط العرش بالشعب من أواصر الولاء الدائم والبيعة الوثقى والتلاحم العميق. وشرف لينا باش نحضروا حتى حنا لهذه الاحتفالات هادو، زدنا كاع شي يامات الله الا زدنا شي يامات، زدنا في العطله باش نحتفل حتى حنا مع نحضروا هذه الاحتفالات تاع عيد العرش في هذه المدينه هذه. حنا كنعيشوا في الولايات المتحده الامريكيه وهذا الشيء تزامن مع عيد العرش. تطوان بدورها تزينت بأحلى حللها وتحولت إلى لوحة فنية مضيئة ليلا، وأنارت وتنورت وخلقت أجواء بهجة في أوساط قاطنيها وزوارها الذين يجدون في هذا العيد المجيد مناسبة موائمة لتأكيد تعلقهم بجلالة الملك محمد السادس. تطوان تبارك الله احتفال عيد العرش تبارك الله رجعت غزالة بالاحتفال، مناسبة مجيدة وعظيمة كبيرة بزاف، وحنا خصيصا جينا لمدينة تطوان بمناسبة هذا الحفل المجيد الكبير بمناسبة عيد العرش. المشهد الجمالي والاحتفالي سيكتمل بتنظيم القوات الملكية الجوية استعراضات جوية يومي الأحد والاثنين القادمين بالمضيق ومرتيل، وتقديم الفرقة الموسيقية التابعة للقوات الملكية الجوية عروضا موسيقية تحتفي بذكرى مجيدة ومسيرة عطاء ووفاء دائم لله والوطن والملك. الاصطفاف إلى جانب عدالة قضية الصحراء المغربية موقف عبرت عنه تواليا دول عديدة بإقرار واضح بسيادة المملكة على كافة أراضيها الجنوبية وبتزكية لمقترح الحكم الذاتي كأساس واقعي وجدي لإنهاء نزاع مفتعل طال أمده. وراء هذا الاصطفاف دينامية دبلوماسية بإشراف ملكي حققت نجاحات ومكتسبات بخصوص ملف هو ميزان العلاقات الدولية للمملكة. أبرز المستجدات نرصدها ضمن سلسلة الروبورتاجات الخاصة بعيد العرش، نتابع مع سعيد أجنة. وجه رسالة واضحة للجميع، إن ملف الصحراء والنظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاح الشراكات. رؤية مستنيرة ودبلوماسية ملكية رشيدة واضحة المعالم حصدت المملكة المغربية ثمارها خلال السنوات الأخيرة من خلال توالي النجاحات التي سجلها ملف الوحدة الترابية، ولعل آخرها اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على صحرائه مع عزم فتح قنصلية بمدينة الداخلة.
هو منعطف جديد دخله ملف وحدتنا الترابية منذ اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، فصارت دول أوروبية كبرى على نفس النهج ووجدت في قرار الحكم الذاتي حلا سياسيا وحيدا وذا مصداقية لهذا النزاع الإقليمي. ففي السنة الماضية بعث رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز رسالة إلى جلالة الملك محمد السادس، أكد فيها على أن إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الوحيد والأكثر جدية لتسوية هذا النزاع المفتعل. فعلا العلاقات المغربية مع العالم الخارجي عرفت تطورات مهمة على المستوى الدبلوماسي خلال السنة الفارطة. علينا أن لا ننسى أن موقف المغرب فيما يتعلق بقضية وحدته الترابية عرف تقدما إيجابيا أمام مجلس الأمن، بحيث الآن على المستوى الأوروبي المغرب فعلا استطاع أن يكرس دوره كفاعل أساسي في العلاقات مع بلدان الشمال. لاحظنا التطور المهم الذي عرفته العلاقات الإسبانية المغربية. توالت المواقف الداعمة لملف الصحراء، ألمانيا، هولندا وصربيا انضافوا إلى قائمة المؤيدين لمبادرة الحكم الذاتي، والدعم لم يتوقف هنا بل امتد إلى اعتراف عدة دول إفريقية وعربية بمغربية الصحراء، مواقف تنعكس على أرض الواقع من خلال فتح عدد من القنصليات الأجنبية بمدينتي العيون والداخلة، حيث ارتفع عددها إلى قرابة 30 قنصلية. هناك تأييد واضح لهذه المبادرة ووصفها بكونها الأساس الأكثر جدية وواقعية، وهذا بطبيعة الحال يضرب في الصميم أطروحات خصوم الوحدة الترابية. أكثر من هذا، هناك اليوم تعبير يزكي هذا الدعم الدولي على مستوى فتح قنصليات عامة بالصحراء المغربية. نهج ملكي يعتبر ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها إلى العالم، فالمملكة المغربية عرفت خلال السنوات الأخيرة زخما دبلوماسيا مهما ينعكس كل هذا عبر تبادل الزيارات بين الشخصيات السياسية لمختلف الدول، خصوصا دول الاتحاد الأوروبي، والتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات. أعتقد أنه في هذه الفترة عرف تطورا مهما من خلال وضع ما يسمى بورقة الطريق ذات الطبيعة الاستراتيجية، وهو تعاون استراتيجي متعدد المعالم، بحيث سوف لن يقتصر على مجالات محددة ولكنه سيشمل كل القطاعات. الدبلوماسية المغربية وبفضل السياسة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس أفضت إلى تحقيق مجموعة من الإنجازات، وأضحت المملكة المغربية اليوم رقما صعبا من خلال الحضور الدولي الوازن. وبين الرباط وموسكو علاقة، أعرب فلاديمير بوتين عن أمله في تطويرها لتسير على الزخم نفسه الذي انطلق وزيارة جلالة الملك محمد السادس إلى روسيا عام 2016. الرئيس الروسي نوه أيضا بالإجراءات الهامة التي اتخذها جلالة الملك لتخفيف التوترات العالمية بشأن المنتجات الغذائية. هذه المواقف عبر عنها الرئيس الروسي في معرض حديثه ضمن أشغال القمة الثانية الروسية الإفريقية، وهي القمة التي تميزت بإلقاء كلمة المغرب واختتمت بتبني إعلان سانت بطرسبورغ الداعي إلى نظام عالمي عادل ومستقل للقارة السمراء. من روسيا نتابع مراسلة جد أبردان وأمين حدو. ظل وفيا لعقيدته الدبلوماسية المغرب، وفي كلمته أمام قمة روسيا إفريقيا أكد على مبدأ تنويع شراكاته. فإفريقيا، يقول رئيس الحكومة ممثلا لجلالة الملك في القمة، مستقلة بقراراتها، هي رؤية ملكية تنظر لإفريقيا كقارة تحدد أدوارها ومصالحها في علاقتها مع بقية دول العالم بطريقة سيادية. أؤكد التزام المغرب دائم بعلاقته مع مختلف شركائه الاستراتيجيين بما في ذلك روسيا، كما أعرب عن تطلع بلادنا لأن تمكن هذه القمة من تعزيز هذه العلاقات وإطلاق مجالات تعاون مبتكرة كفيلة بالنهوض بالتنمية وتوطيد الأمن والاستقرار بقارتنا الإفريقية وبفتح آفاق أوسع أمام مستقبل العلاقات الإفريقية الروسية.
إشادة الرئيس الروسي بمجهودات جلالة الملك يعكسه تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، نمو حثيث ومتسارع منذ الزيارة الملكية لموسكو سنة 2016. فلاديمير بوتين ثمن كذلك المجهودات الملكية في مجال ضمان الأمن الغذائي للدول الإفريقية. سنة 2023 أصبح المغرب ضمن الشركاء التجاريين الثلاثة الأوائل لروسيا في إفريقيا. المبادلات التجارية ارتفعت بواقع 25% منذ 2021، ونفس الدينامية لوحظت في الأشهر الأولى من السنة الجارية. قمة روسيا إفريقيا انتهت بتبني إعلان سان بيترسبورغ يدعو لتشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب. سجل أن روسيا ستأخذ بعين الاعتبار مقترحات شركائها الأفارقة، وتعهد بتقديم مساعدات إنسانية ورسم خطة لزيادة التبادل التجاري. بخصوص الوضع في النيجر، أنتوني بلينكين يؤكد دعم الولايات المتحدة الأمريكية الثابت لمحمد بازوم، مشددا على أن الانقلاب العسكري يعرض للخطر مساعدات بمئات ملايين الدولارات تقدم لنيامي. الموقف عبر عنه رئيس الدبلوماسية الأمريكي خلال اتصال هاتفي مع بازوم، هو الثاني من نوعه. أكد فيه أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل العمل لضمان الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري والحكم الديمقراطي في النيجر، وفق تعبير متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية. المواقف المنددة بالأحداث في النيجر تتوالى. الاتحاد الإفريقي يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطات الدستورية، وذلك داخل أجل لا يتعدى أسبوعين، بينما أكد الاتحاد الأوروبي أنه لن يعترف بسلطات الانقلاب في هذا البلد الإفريقي. درجات الحرارة بشمال الأطلس نحو تجاوز مستواها القياسي المسجل مطلع شتنبر الماضي، وفق توقعات لمراكز رصد عديدة في مؤشر واضح على ارتفاع حرارة المحيطات وعلى اليابسة أيضا الحرارة ترتفع، والأرض دخلت عصر الغليان العالمي حسب تحذيرات الأمين العام الأممي. التفاصيل مع جليل بن فتان. تحت وطأة موجة حر شديدة جدا تعيشها معظم مناطق العالم هذه الأيام من آسيا إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، إذ سجلت معها درجات الحرارة مستويات قياسية غير مسبوقة تجاوزت 40 درجة مئوية. ففي آسيا تعاني بعض مناطق جنوب وشرق الصين من موجة حر شديدة دعت معها السلطات السكان إلى توخي الحذر. وبأوروبا موجة حرارة صيفية هي الأشد، يقول مركز الأرصاد الجوية الإيطالي، مع وصول درجات الحرارة إلى معدلات غير مسبوقة بإيطاليا تجاوزت 40 درجة مئوية بروما. ومن بين بلدان البحر الأبيض المتوسط تعاني اليونان، هي الأخرى من موجة حارة تجاوزت مقاييسها سقف 44 درجة مئوية، فيما وضعت الخدمات الصحية والطبية في جميع أنحاء البلاد في حالة تأهب لتقديم الرعاية للأكثر تضررا وللسياحة. وفي الجهة المقابلة من العالم، لهيب الشمس في أمريكا غطى مناطق عدة تعيش فيها عشرات الملايين من كاليفورنيا إلى تكساس، فدرجات الحرارة فوق 43 درجة مئوية. وإلى هذه اللوحة الكئيبة تحولت العديد من المدن بالعالم، فالحرارة القصوى تسببت في اندلاع حرائق مستعرة اجتاحت الآلاف من الهكتارات بالغابات وأدت إلى إجلاء أعداد كبيرة من السكان، فيما أزمة حقيقية تعيشها كندا حيث ما زال أكثر من 500 حريق خارج السيطرة. هي موجات حرارة مرعبة، وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اجتاحت نصف الكرة الأرضية الشمالية، مضيفا انتهى عصر الاحتباس الحراري وحل عصر الغليان العالمي، فتغير المناخ أمر مرعب وهذه مجرد بداية، فيما شدد على الحاجة إلى أهداف طموحة جديدة من أعضاء مجموعة الـ20 للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسؤولة عن ازدياد شدة موجات الحرارة ومدتها وكذا معدل تكرارها.
وبلادنا ليست في منأى مديرية الأرصاد، وفي نشرة خاصة من الدرجة البرتقالية تتوقع أن تتراوح المقاييس العليا اليوم وغدا بين 33 و 36 درجة بداخل إقليمي الفحص أنجرة والمضيق الفنادق، بينما ستتراوح ابتداء من الغد من يوم السبت وإلى غاية الاثنين بين 42 و 44 درجة ببن ملال، فقيه بن صالح، قلعة سراغنات، رودان، تقلميم، ورتزات وتنغير، وبين 39 و 42 درجة بخريبكا، خنيفرة، جنوب سطات وبولمان. المقاييس ستتراوح أيضا بين 35 و 39 درجة بأزلال، الحوز، إفران، وبداخل أقاليم شفشاون، تطوان، الناظور والدريوش. مديرية الأرصاد تتوقع أيضا أن تتراوح المقاييس العليا بين 44 و 47 درجة ابتداء من اليوم إلى غاية الثلاثاء بطاطا، الرشيدية وزاقورة، بينما ستتراوح بين 45 و 47 درجة تحت الظل بأسزاق، السمارة، وبشرق أقاليم بوجدور وأوسرد ووادي الذهب، وذلك ابتداء من الأحد وإلى غاية الثلاثاء المقبل. واحتمال نشوب حرائق الغابات يرتفع بالمناطق حيث الطقس حار. الخطر يومه السبت من الدرجة الحمراء بغابات شفشاون، تطوان، وزان، إفران، خنفرة، ناظور، الصويرة، أكادير، الدوتنان، تارودانت وتازة، وفق معطيات الرصد اليومية للوكالة الوطنية للمياه والغابات. فيها أيضا الخطر من الدرجة البرتقالية على مستوى أقاليم طنجة، أصيلة، الفحص، أنجرة، العرائش، الحسيمة، بركان، وجد أنقاد، صفرو، تاونات، بن ملال، الظلال، الخميسات، دريوش وقرسيف. والخطر متوسط بغابات أقاليم القنيطرة، سيدي سليمان، تاوريرت وشيشاوة. الحذر مطلوب أكثر من طرف جيران الغابات وزوارها لتجنب كل أسباب اندلاع ألسنة اللهب. الظهيرة متواصلة وفيها أيضا إصدار الستار على الدورة 35 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالدار البيضاء، مسرحية جفاف الجلد المصطبغ تحوز الجائزة الكبرى، وياسمين الصالحي بطلة العالم للكيك بوكسينج ضيفة ركن الظهيرة. وقبل ذلك، ولاية أمن العيون تطلق خدمات قاعة المواصلات، مركز أمني رقمي يمكن من المراقبة الآنية لمختلف الشوارع والفضاءات العامة، ما يساعد على تسريع وتيرة التدخل الفوري عند الحاجة. قاعة توفر أيضا خدمة التواصل مع المواطنين، كما سنتابع في ربورتاج يوسف وشو وزهير هنا. يكفي أن تضغط على الزر لتنتقل من مكان إلى آخر في بضع ثوان عبر مختلف أرجاء مدينة العيون من خلال هذه المنصة الرقمية المتصلة بعدة كاميرات التي تم تثبيتها بمختلف الشوارع والساحات. المنصة تم إحداثها في إطار جهود المديرية العامة للأمن الوطني في هيكلة المرفق الشرطي. قاعة المواصلات هي تعتبر منصة ديال التواصل السمعي البصري، وتروم تدعيم واحد منظومة ديال شرطة القرب، تروم كذلك تدعيم وتوطيد الإحساس بالأمن لدى المواطن ديال المراقبة الرقمية ديال الشارع العام. من الاطلاع الفوري، وهذا هو اللي رئيسي، من الاطلاع الفوري والآني للوضعية الأمنية بالشارع العام. ألو الشرطة في خدمتكم. القاعة الرقمية الجديدة تمكن أيضا جميع المواطنين من التواصل المباشر على الرقم المجاني 19، خدمة من أجل رفع سرعة ونجاعة التدخل. عندنا واحد المنظومة اللي يمكن لها تستوعب 45 مكالمة هاتفية سيميلطاني متزامنة، وان باستجابة الفورية من نداءات ديال المواطنين، وإلىها الأهمية البالغة وطمأنة ذاك المواطن اللي كيكون قاعد في 19 وتوجيه أقرب واحدة لعندهم. نشكر الأمن على هذه التكنولوجيا اللي قامت مبادرات قيمة، عاد المواطن مستفاد منها على أي وقت. نحيوا الأمن الوطني لهذه البادرة الطيبة اللي داروا لنا ديال هذه الكاميرات ديال المراقبة في مصلحة المواطنين، وكما داروا لنا واحد الرقم باش نتصلوا فيه في أي وقت، وهذا الشيء مزيان للمواطنين. هي جهود تبذل من أجل تعزيز وتجويد مختلف الخدمات الأمنية وجعلها في خدمة المواطن. ومن أسف نرصد تجربة واعدة في مجال تربية النعام، خاض غمارها شاب من أبناء المنطقة ساندته في ذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. روبرتاج يونس صباح والتحرير لطارق غانم. ألف العيش معها وألفته، يناديها فتستجيب،
تستحق بعد ذلك أن تحمل على الأكتاف. إنها النعام أضخم الطيور، استثمار دخله هذا الشاب بفضل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. جهز وحدة توهاته بمعدات حديثة ساعدته في تحسين إنتاجه بعدما حال بينه وبين مشروعه العائق المالي. فاجتني الفكرة، يعني راودتني مش حال هذه باش ندير ربي النعام، ولكن كان العائق هو التكلفة. يعني التكلفة كيف ما كتعرف باش تدير واحد البروجي ديال النعام، يعني خاصك واحد البيجي اللي هو كبير شوية. فالحمد لله التجأنا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يعني استقبلونا أحسن استقبال. وراء أسوار هذه الوحدة تتوارى قصة هذا الشاب أيضا. اختار تربية السمان بعد مسار تكويني في المجال الفلاحي. هو اليوم يرقب مشروعه يكبر كما تكبر صغار السمان، والطموح رفع مردوديته. قررت أنني ندفع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الحمد لله تقبل الدوسي. بغينا نوصلوا لواحد الانتاج اللي نقدروا ندخلوا به لي غرون سيرفاس ونتسوق عبر المملكه المغربيه كامله ان شاء الله. على مستوى البرنامج، منذ انطلاقته الى اليوم دعمنا اكثر من 270 مشروعا ممولا في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. تسلمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مشاريع هؤلاء الشباب، تحصي الأرقام ارتفاع عدد المستفيدين. مشاريع تضع الشباب المستثمر على خارطة الإنتاج الاقتصادي والأثر الاجتماعي. جفاف الجلد المصطبغ لفرقة كلية العلوم بنمسيك، والتي ترصد جانبا من حياة أطفال القمر، تتوج بجائزة أفضل عرض مسرحي في ختام المهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء في دورته 35. نتابع مع سمية دهيمي. في أمسية ختامية كانت لغة الجسد ناطقة بمعزل عن الكلام في الدورة 35 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي. كانت عروض جيدة متنوعة من ألمانيا، من إيطاليا، من المملكة العربية السعودية، من بنغلاديش، كذلك الفرق المغربية هذه السنة، يعني أبانت عن يعني مستوى جيد جدا. هذه العروض هذه كنشوفوا من النواحي ديالها كاملة، سواء يعني السينوغرافيا، سواء يعني الملابس، سواء يعني الانتربريتاسيون التشخيص، سواء يعني الاخراج، الكتابه، بزاف ديال الاشياء. داك الشيء علاش تنديروا التقييم، تقييم علمي كل حاجه بوحدها. الإقصاء الاجتماعي في جفاف الجلد المصطبغ عرض مسرحي نجح في انتزاع الجائزة الكبرى لهذه الدورة، فيما آلت جائزة الكوريغرافيا لمسرحية أبينا التابعة لأكاديمية مسرح روما الإيطالي، بينما منحت جائزة التحكيم الخاصة لمسرحية وماذا بعد لكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بستات. الاختتام ديال السنة الماضية ديال الفيزيك، وحنا كنحاولوا نخدموا على المرض، على المعاناة ديال أطفال القمر. وظفنا الجسد، وظفنا النص، وظفنا تقنية الفيديو، وظفنا مجموعة ديال التقنيات باش نوصلوا المعاناة ديال هذا المرض هذا. نحن سعداء جدا بهذه الجائزة وفخورون جدا بتواجدنا بالبيضاء. عشنا تجربة مثيرة هنا، وبالتالي سنعود إلى الوطن بذكرى سعيدة لن تنسى. أشارت لجنة التحكيم في توصياتها بأن العروض اتسمت بالرؤى التشاؤمية للقضايا المطروحة دون تقديم بصيص من الأمل، فالتفاؤل حسب نظرية تراجيديا عند أرسطو يأخذ المتفرج نحو حياة أفضل. المهرجان العالمي للمسرح الجامعي منح أيضا جوائز أخرى مناصفة بين عدد من الممثلين والمخرجين. رياضيا، الرجاء الرياضي يجتاز بنجاح اختباره الأول ضمن منافسات كأس الملك سلمان المقامة بالمملكة السعودية، بعد أن قلب تخلفه أمس إلى فوز أمام فريق الشباب بالوزداد الجزائري، وذلك بهدفين لهدف واحد في المباراة الأولى عن المجموعة الرابعة.
والتفاؤل لا يغيب عن سيدات المنتخب الوطني لكرة القدم، وهن يخوضن آخر الاستعدادات قبل مباراتهن الثانية والهامة أمام المنتخب الكوري الجنوبي المبرمجة غدا الأحد بمدينة أديلايد الأسترالية. من هناك نتابع مراسلة هشام غرفاوي ومحمد بكري. أديلايد المدينة الهادئة عاصمة الجنوب الأسترالي بتعداد سكاني يفوق 1.5 مليون نسمة، استقبلت اليوم اللبؤات استعدادا لاحتضان المواجهة الثانية القوية لسيدات المغرب ضد سيدات كوريا الجنوبية على ملعب إند مارتش. احنا جد مسرورين اليوم ان كيزورنا اللبؤات ديال الأطلس، وحنا غادي نقدموا لهم الدعم الكافي وغادي نقوموا بالواجب ديالنا خارج الميدان وداخل الميدان ان شاء الله. فرحانه بزاف بزاف حيتاش اول مره غادي ندير واحد الكومبيتيشن مغربيه هنا في استراليا وفي اديلايد، لان اديلايد شويه ما معروفاش، وانا فرحانه بزاف حيتاش دابا ولينا معروفين في المغرب. مغاربة أديلايد كانوا اليوم بالعشرات في استقبال اللبؤات وأدخلوا المدينة في جو المونديال النسوي الأسترالي النيوزيلندي بفعل مظاهر الفرحة والحماس التي نشروها في المدينة. احنا اليوم جينا نستقبلوا الفرقة ديالنا وفرحانين بزاف وكنتمنى اليوم الفوز. الوجهة أديلايد والرهان واحد، التوقيع على انطلاقة قوية ضد كوريا الجنوبية تعيد حسابات المجموعة الثامنة حيث تلعب اللبؤات. أديلايد محطة ثانية في مشواري اللبؤات في هذا المونديال النسوي، يمني المغاربة أنفسهم أن تبتسم هذه المرة لهن في ثاني النزالات ضد منتخب كوريا الجنوبية. بالتوفيق لهن. رياضيا دائما ياسمين الصالحي تدون اسمها في سجلات الكيك بوكسينج وتحوز للمرة الثانية لقب بطولة العالم لأقل من 47 كيلوغرام. ياسمين ذات 12 ربيعا هي ابنة أسرة مغربية مقيمة بهولندا ودائمة الحرص على خوض منافساتها الدولية تحت راية وطنها الأم. وفي وطنها الأم اختارت كذلك العودة هذا الصيف لقضاء العطلة، استقبلها كما يليق بها محبوها من الجماهير المغربية. وعلى ركن الظهيرة تحل ياسمين الصالحي ضيفة يساندها كما دائما والدها عمر الصالحي، مرحبا بكما. اهلا وسهلا ياسمين، مبروك الفوز بهذه البطولة. اذا كيفاش عشتي اللحظة ديال اللي فزتي بها بهذه البطولة للمرة الثانية؟ انا كنت فرحانة بزاف لحقاش كان خاصني نتريني بزاف ونشد نتريني 5 مرات في السيمانة ونحضي ماكلة ما ناكلش ماكله من الزنقاوه هذيك وهكا. وكيفاش كانت المنافسه في هذه البطوله؟ كيفاش كانوا المنافسين ديالك اللي لعبتي ضدهم؟ كانوا المنافسين بطبيعه الحال قويين، يعني دائما في هذه المنافسات كيكون مستوى مرتفع كثير، سيرتو ان هولندا معروفه برياضه كيك بوكسين والناس كلهم يعني بغيوا يحافظوا الالقاب العالميه، لان دائما المنافسه غادي تكون في هذا المستوى تكون مرتفعه ومرتفعه كثير. وانتم العائله ديالها يعني كيفاش كانت، كيفاش هو الدعم اللي كتقدموه لها في هذه المسيره ديالها اللي بداتها؟ احنا كعائله كنحاولوا نوفقوا بين ما هو دراسي وما هو رياضي بطبيعه الحال. والدعم اللي كانوا نقدموا لها وان كان يعني نسهروا باش نوفروا لها كاع المستلزمات اللي خصها في الرياضه ديالها. وطبيعة الحال الراحة ديالها دائما يعني خص ضروري نتابعوها، وانا كأب ديالها يعني كنحرص على هذه الأشياء، يعني باش البنت دائما تكون في واحد المستوى ديال الراحة والنفساني مستوى يعني في مستوى جيد قبل البطولات دائما. نعم يعني النهار اللي اختاريتي هذه الرياضة هذه باش تلعبيها واش كنتي كتوقعي يعني أنك تحققي هذا المستوى هذا؟ أنا كنت صغيرة من أنا شفت بزاف ناس يديروا هذا السبورت وقلت لبابا
نجربها ومين جربتها قلت له صافي بغيت نبقى نديرها عجبتني بزاف وحتى وليت هكاك. وانتم العائلة ديالها يعني واش كنتوا كتوقعوا انها تحقق هذا المستوى هذا الكبير؟ صراحة يعني في بداية الأمر ما كناش نتوقعوا شي حاجة، ولكن بعد ما تمرنت واحد سنة ولا سنتين يعني شفت بلي عندها واحد يعني واحد المهارات وواحد الرغبة. يعني المهم هو أساسا عندها الرغبة، هي أن كانت عندها الرغبة هي اللي خلتها أنها تحقق هذه الألقاب، والحمد لله يعني فرحت الناس كاملين المغاربة كاملين. وخا هي زعما كترين وتمرن في نادي هولندي ومدرب هولندي، ولكن دائما تقول لك أنا نلعب براية المغرب وتبغي تشجع المغرب حتى والمغرب أكيد فخور بها. الحمد لله. يعني شنو هي المنافسات اللي كتستعد حاليا ياسمين باش تاخذها مستقبلا؟ منافسات يعني كاين عندنا واحد المنافسه بطوله عالميه غادي تكون في اسكتلندا في شهر دجنبر الجاي. يعني هذه غادي ان شاء الله من بعد العطله مباشره غادي نبداو نوجدوا لها، وراها الان كتوجد يعني مع شي مدربين في وجده، في جوج مدربين تما كتوجد معاهم وكدير هنايا التمارين الرياضيه. وعندها منافسات ثانيه غتكون في شهر فبراير وشهر ابريل في 2024 ان شاء الله. موفقه دائما وهنيئا لك بدرعي البطولتين العالميتين يليقان بك كثيرا ياسمين. شكرا لك على الحضور. شكرا لك سي عمر صافي على حضورك معنا. دائما موفقه ان شاء الله. شكرا. المغرب فخور بك. شكرا. مرحبا. فنانة عصامية تطوع الألوان التي طبعت ذاكرتها وهي طفلة، تطوعها للتعبير عن ما عايشته وما تحمله مخيلتها من أفكار، بعض مما أبدعته من لوحات تعرضه بالحي البرتغالي بجديدة. ربورتاج لسعاد زعترفي. تسألها باهتمام عن سر علاقتها بالألوان. هذه الرسومات على بساطتها وعفويتها تحكي قصصاً كثيرة كانت السيدة الزهرة شاهدة على تفاصيلها. تسأل والزهرة تجيب عن الأسئلة. أنا بكري كنت مبلية بالصوف، كنت كندير البطانيات، ندير الجلالب، ندير السلاهم. شوية عجبني الرسم، هواية من عند سيدي ربي. Cette artiste Lella Zohra. Et vraiment, ça m'a touchée parce qu'il y a toutes les époques d'El Hayata. On a toutes les époques de sa vie. Et Kulchi s'est représenté avec la naïveté. C'est ça qui m'a touchée. بقلب الحي البرتغالي بالجديدة تعرض زهرة بوعلي لوحاتها، ومن حضر وجد في المعرض قصة جميل أن تروى. تيشرفني باش نجي لهذا المعرض ديال الحاجة الزهرة اللي كيشرف حتى المدينة عمان. هي كنا غادي نديروها بمثابة الشعيبية الثانية اللي غادي تولي عندنا، وهذا كيزيد غير كيطعم المجال الفن التشكيلي. أحببنا كثيرا هذا المعرض، استمتعت به أنا وأبنائي، استمتعنا بهذا الكم من الألوان. جميلة هي حكاية هذه الفنانة. تنتمي زهرة بوعلي لبستان مدرسة الفن الفطري. هذه المدرسة التي يدخلها المرء وكل زاده الشغف والرغبة في التعبير والكثير من الألوان. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 24 لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته خطابا إلى شعبه، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يومه السبت 29 يوليو ابتداء من الساعة 9 مساء. كما سيترأس جلالته زوال يوم غد الأحد 30 يوليو حفل استقبال بساحة عمالة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الاثنين 31 من يوليو سيترأس جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالتها الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء
بنادي الحراس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملكة عصر اليوم نفسه حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي بمدينة تطوان. في ختام الظهيرة نذكر بأبرز ما جاء فيها: زخم دبلوماسي يوقع عليه المغرب بإشراف ملكي مباشر، دينامية عززت حضور المملكة داخل المجتمع الدولي وجلت أكثر عدالة قضية الصحراء المغربية، والرئيس الروسي يبدي رغبته في تعزيز العلاقات بين الرباط وموسكو، جاء ذلك خلال مداخلته ضمن أشغال القمة الروسية الإفريقية التي اختتمت بتبني إعلان سان بيترسبورغ، ويوليوز الأشد حرا وفق توقعات العلماء، وشمال الأطلسي يتجه نحو تجاوز حرارته القياسية، العالم يعيش فترة الغليان في تحذير أطلقته الأمم المتحدة، والمنتخب الوطني النسوي يجري آخر الاستعدادات قبل مباراته الهامة غدا أمام منتخب كوريا الجنوبية ضمن منافسة كأس العالم للسيدات. وقبل الختم نذكر ببلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أعلنت فيه أنه بمناسبة تخليد الذكرى 24 لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته خطابا إلى شعبه، سيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يومه السبت 29 يوليوز ابتداء من الساعة 9 مساء، كما سيترأس جلالته زوال يوم الأحد 30 يوليوز حفل استقبال بساحة عمالة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الاثنين 31 من يوليوز سيترأس جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشور القصر الملكي بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي بمدينة تطوان. لمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقع القناة دوزان.ما وتطبيق ماي دوزان. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.